خور الدهاريز وصباحات الخير لعوض هو وضيوفه الأكارم وفريق العمل معه. كيف الأجواء معكم يا عوض؟ ولكم الصوت والصورة. صباح الخير محمد ولحوراء ولمشاهدي تلفزيون سلطنة عمان. بدأت تباشير الأجواء طيبة في جبال محافظة ظفار، وبدأت أيضا الهبوب نسمات على السواحل المحافظة. نحن هنا في خور الدهريج وفي هذه المحمية الطبيعية، وهذا التنوع الطبيعي بوجود مجموعة من الطيور والحياة الفطرية في إحدى المحميات على امتداد شواطئ محافظة ظفار. تفاصيل أكثر سنأخذكم معها مشاهدينا من خلال ضيفنا أحمد بن سالم المعشني، أخصائي نظم بيئية. أحمد أهلا بك. والمحميات في محافظة ظفار من حيث عددها والأهمية أيضا على امتداد شريطنا الساحلي. مرحبا أخ عوض، ومرحبا مشاهدين الكرام والأخوة في الاستديو الإعلامي. بخصوص المحميات الطبيعية في محافظة ظفار، تتميز محافظة ظفار ببيئة فريدة من نوعها، من تنوع بيولوجي وحيوي والحياة الفطرية الموجودة فيها. فأولة السلطنة اهتمام كبير بهذا الجانب الإعلان عن المحميات للمحافظة على الموائل الطبيعية. فتم إصدار مراسيم سلطانية بإنشاء محميات مثل محمية جبل سمحان الطبيعية، تعتبر من أكبر المحميات في السلطنة في 97، وأيضا إنشاء محميات التسعة خوار الممتدة على طول الساحل محافظة ظفار، وآخر محمية تم إصدار مرسوم فيها وهي محمية خور خرفوت الأثري. فتتميز هذه المحميات بتنوع بيولوجي فريد من نوعه. فمثلا محمية جبل سمحان الطبيعية تم إصدار فيها المرسوم بحماية حيوان بري وهو النمر العربي، يعني معروف على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، فهو حيوان مهدد بالانقراض. فأنشأت محمية جبل سمحان بهدف المحافظة على هذا الحيوان، بيكون منطقة جبل سمحان ذات تضاريس صعبة، جيولوجية صعبة جدا، فتعتبر المول الجيد للعيش هذا الحيوان. أما بخصوص المحميات اللي هو المحميات الأراضي الرطبة اللي هي المحميات الأخوار، فنتحدث اليوم عن محمية خور الدهاريز الطبيعية. فهذه المحمية تتميز بماذا؟ تتميز بأنها من أكبر الأخوار الطبيعية، الأخوار المائية التي تجذب الطيور المهاجرة والطيور المحلية. فتم رصد فيها ما أكثر من 80 نوع من الطيور المهاجر والطيور المحلية، وعادة كثير منها الطيور هي تقوم بالتعشيش في هذه المحمية بسبب توفر أشجار الغرم الطبيعية وأيضا أشجار الغصب التي تعتبر موئل جدا ومميز لتعشيش هذه مثل هذه الطيور المائية. فكما نلاحظ حاليا في المحمية توجد عديد من الطيور الموجود حاليا مثل النحام الكبير والطيور دجاج الماي وطيور النغرس وطيور البلشون الرمادي، فيها كثير من الأنواع. وتتميز أن خلال فترة الشتاء تعتبر أفضل الفترات التي تواجد الأعداد الكبيرة من الطيور المهاجرة. إذا انتقلنا إلى محمية خور خرفوت الأثرية في الجانب الغربي من الساحل بين محافظة بين ولايتي ظلكوت ورخيوت، فهذه المحمية محمية طبيعية يعني من نفسها، يعني هي محمية لم يتدخل فيها الإنسان، فهو امتداد لوادي كبير ففيه عديد من الحيوانات البرية مثل النمر العربي، الذئب العربي، الضبع وإلى آخره. وأيضا على الشاطئ في هناك خور يتميز بطيور المهاجرة وأيضا السلاحف في بعض الأحيان على الساحل المحمية. نعم، هناك دراسات أيضا لبعض الاستثمارات لهذه المحميات، هناك أيضا دراسات لمواقع جديدة ستكون ربما منتزهات أو مواقع سياحية، وأيضا إشارة كمحميات طبيعية بإذن الله. نعم، أولت هيئة البيئة خلال السنوات الأخيرة بتشكيل لجنة للاستثمارات في المحميات الطبيعية، استثمارات الجانب السياحي، حتى تصبح رافد للاقتصاد المحلي وأيضا لجذب السياحة البيئية إلى السلطنة. فنعم، تم إصدار هناك بعدة إعلانات على مستوى الجرائد الرسمية بمحمية خور طاقة وأيضا محمية خور الدهاريز ومحمية خور زولي ومحمية خور المقصيل. ف
فتم الموافقة على العديد من هذه المحميات، وإن شاء الله راح تصدر قريبا الموافقات للشركات الاستثمارية حسب ما هو مجدول من قبل لجنة الاستثمارات في المحميات. أما بخصوص المواقع الجديدة كمحميات، السلطنة ما زالت مستمرة في هذا الجانب لزيادة عدد المحميات. حاليا توجد 30 محمية على مستوى سلطنة عمان، آخرها كان محمية الجبل الغربي ومحمية الظاهرة ومحمية واحة البريمة الطبيعية. ففي محافظة ظفار راح يكون لها نصيب من هذه المواقع إن شاء الله في المستقبل القريب. تم رفع العديد من المواقع لإعلانها كمحميات طبيعية بإذن الله، لكن راح يتم إصدار عن الكشف عنها عندما يتم الإصدار عنها رسميا. فالسلطنة لها أهمية، يعني مسلطة أهمية كبيرة على هذه الموائل الطبيعية وحمايتها من العبث والتلوث والتدخل البشري، من أجل أن تكون هناك بيئات بكر ما زالت موجودة في على أراضي السلطنة لحيوانات برية سواء كانت مهاجرة أو كانت محلية في البلد. ويمكن أيضا الملاحظ خلال الفترة الماضية تقدم السلطنة على مستوى الاهتمام بالبيئة والمؤشرات العالمية، كذلك هذه المناطق هي جذب للسواح ولهواة التصوير ولمحبي متابعة وتتبع هذه الطيور المهاجرة. نعم، أول شيء نبارك لحكومة سلطنة عمان ولسعادة الرئيس الهيئة على هذا التقدم في مؤشر الأداء البيئي على مستوى العالم. فمركز ما زال نطمح للأكثر بإذن الله تعالى، وإن دل على شيء دل على الجهود التي تبذلها الحكومة متمثلة بهيئة البيئة وعلى رأسها سعادة الدكتور رئيس الهيئة. أما من ناحية جذب المصورين وهواة التصوير في المحميات الأخوار الراضي الرطبة، فهذا شيء موجود على مستوى العالم، يعني أغلب هواة تصوير الطيور ينتشرون من بلد إلى بلد من أجل أن يأخذوا لقطات معينة لنوع معين من الطيور، فتحصلهم بين فترة أكثر فترة تحصلها فيها في محافظة ظفار وفترة ما بعد موسم الصرب إلى ما قبل موسم الخريف. في هذه الفترة يكون فيه نوعا ما من توافد أعداد هواة الطيور من خارج السلطنة وخاصة من الدول الأوروبية. شكرا لك مشاهدينا، ضيفنا أحمد بن سالم المعشني أخصائي نظم بيئية، وحديثنا كان عن هذه المحميات الطبيعية في محافظة ظفار وهذا الاهتمام والجذب السياحي، والتي بالتأكيد هي أماكن تجذب السائح والمقيم للاستمتاع بهذه المناظر التي ربما تحتاج في بعض الأحيان إلى توثيق. العودة لكم زملاء لقرب نهاية برنامج قهوة الصباح، على أمل أن نلتقي دائما ونحن نقترب أيضا من أيام خريف ظفار، هذه الأجواء الجميلة التي بدأت تأثيراتها البسيطة نلاحظها في امتداد شريطنا الجبلي في المحافظة. جميل، وإحنا نتطلع لكل جديد منكم لتغطية هذه الأحداث وهذه الأجواء الجميلة. الزميل عوض بن علي الصعر كان معنا من ولاية صلالة في محافظة ظفار، وحديثه حول محمية خور الدهاريز. وضيف الكريم ذكر أيضا محميات كثيرة موجودة في ظفار. الجميل في ظفار العيون، الأودية، المحميات، يعني التنوع جميل جدا، جمع تضاريس عمان في محافظة واحدة. صحيح، تنوع جغرافي مختلف عموما. نعم. في سلطنة عمان سواء نتحدث عن محافظة ظفار أو حتى المحافظات الأخرى. إجازة صحيح. العيد لمدة أسبوع كامل بإمكان الشخص أن يستغلها. صحيح. وأيضا أن يزور الأماكن السياحية، يستمتع بالأجواء بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ممكن في الفترة المسائية أنت تستمتع بكل طبعاً. تفاصيل هذا الجمال إن شاء الله في سلطنة عمان. في جمال معانا في وقت الصيف يكون بارد أيضا. إحنا معانا مناطق في الجبل الأخضر، جبل شمس، جبل هاط، قرية وكان، عندنا ظفار كلها. يعني إن شاء الله تعالى راح يستمتعوا بإجازة عيد جميلة بحول الله تعالى. بإذن الله. وهبطة العيد تروح لها ولا لا؟ أروح لها بس هالمرة بتكون حر حقيقي. الله يعيني، يعني إن شاء الله ضروري إنك تزورها إن شاء الله بإذن الله تعالى. إذن مشاهدينا الأحبة، يعني هذه كانت كل محطاتنا لليوم. تكلمنا عن الإنجاز، عن النجاح، وما أحلى الإنجاز ما أحلى الإنجاز لما يجازى أيضا بهدية حلوة برحلة طلابية إلى موسكو. صحيح، جازاهم بها جلالة السلطان من طلبة وطالبات جامعة السلطان قابوس، ومن ثم
نعم، يعني أيضا تحدثنا عن فيلم أثر اللي صحيح. يعني مثل ما ذكرت أبو ثينة أنه أنا جاني فضول بالفعل أني أدخل حسابها في الانستغرام عشان فقط أتابع هذا الفيلم الوثائقي القصير اللي فاز بجائزة الجمهور في مسابقة الجزيرة الوثائقية للفيلم القصير. وهكذا عمان ولادة دائما بالمبدعين. ونشكر مشاهدينا الأحبة على طيب هذه المتابعة ومتمنين لهم يوم مليء بالتوفيق والنجاح بحول الله تعالى. ملتقانا غدا إن شاء الله تعالى في نفس الزمان والمكان. إلى ذلك الحين مشاهدينا كونوا بخير. نتمنى بالفعل أنكم قضيتم معنا أجمل وأحلى الأوقات من خلال هذه المساحات الحوارية والربط المباشر بالإضافة إلى التقارير. ملتقانا سيتجدد غدا. نتمنى لكم دائما نهار سعيد وممتع. إلى اللقاء.